عندي خبر هايل ليك يا حمادي. زاد خلاص هتشتغل. تش ايه؟ تشتغل يعني ايه؟ احنا ما عندناش ستات بتشتغل. هو انت متجوز البنت عشان تشغلها؟ فوزيه انت بس سامع بيقول لك ايه؟ عايز يشغل بنتك عشان يمرمطها لك. اوف كورس نوت يا حمادي، انا اعمل كده؟ انا عليا مش عايزها تنزل من البيت من اصلا. امال انا قعدتها من الجامعه ليه وما خليتهاش تكمل دراستها؟ مش عشان ما تشحطش وتمرمط؟ بس اعمل ايه بقى؟ ظروف البلد. ظروف ايه اللي بتتغير اللي تخليك تبهدل مراتك؟ يا حماتي ظروف البلد، ظروف الوطن، يا جماعه ورقه اكتوبر، انتوا ايه؟ اي والله ورقه اكتوبر دي هتجيبنا ورا. احنا دوله اشتراكيه يا ناس، الله يرحمك يا عبد الناصر، ازاي فجاه كده نعمل انفتاح اقتصادي من غير حتى ما نستعد؟ كل وقت وله اداني يا عمي، خلاص زمن الاشتراكيه فينش. احنا الوقت في عصر الراسماليه، لازم نواكب العصر، نجري ورا العالم عشان ما نبقاش في اخر القطر. ولقيت لها شغل ازاي بقى ان شاء الله بالسرعه دي؟ برضه عن طريق عميل عندك في البنك؟ موظف كبير في البسبيرو، حاجه ايه؟ اهم عميل عندي في البنك. يا للدرجه دي؟ ما تاخدونيش في دوك، انا ما افهمش في الكلام ده وماليش فيه. انا بنتي مش وش شغل ومش وش بهدله. الشغل مش بهدله يا فوزيه. وبعدين يا حماتي دي مرحله مؤقته، مرحله انتقاليه لغايه ما اخلص الليسانس ان شاء الله، بعد كده كله هيرجع زي الاول، وهترجع تقعد في البيت. يا حماتي انا طموحي ملوش حدود. ايه الكلام الماسخ ده؟ ماسخ؟ ماسخ ايه بس يا ماما؟ شغل الوظيفه ارحم بكتير من شغل البيت، انت بس شوفي لي شغاله، اسالي بدريه. اهم حاجه ما تكونش عيله صغيره. اوف كورس، انا وذاتي هنزل الشغل، هنسيب الشقه لمين؟ لطفله بقى تعمل لنا مشاكل ونصايب؟ الحمد لله رب العالمين، ناخد ايدي يا زوزو. بس يا ريت يا حماتي تكون قد المسؤوليه وناضجه. قد المسؤوليه وناضجه، تنزلي انت تروحي الشغل وينزل هو يروح الشغل، والشغاله هي اللي قاعده في البيت مسؤوله. ها بدل ما تتفرغي تجيبي له حته عيل تربطيه بيه. بطلي بقى افكارك دي، ذات لازم تجيب شغاله عشان هي المفروض ست البيت مش العبده. سامع بيقول لك ايه؟ بيقول لك عايز شغاله ناضجه ومسؤوله مش عيله. ويعني بدريه هي اللي عيله؟ لا بس انت كبرت يا سعد، كبرت وعقلت، وانا قاعده في البيت ما سبتوش لحظه، قاعده بون كده حواليه مش سايباك ونازله الشغل. يا رب تشتغل يا رب، والنبي يا ذاتي بيشوف الام الشغلانه كده معاك. ها حاضر يا بابا.